العفو الشريف كتاب حرار سوريا كتيبة مهام الخاصة الصحية. بسم الله الرحمن الرحيم. ها هم أبطال القدس بالاشتراك مع لواء الأقصى الشريف ولواء العدنان وكتيبة المهام الخاصة الساحلية وكسرية رجال الساحل. الله أكبر لله الحمد. بالاشتراك مع كتيبة أسامة بن زيد وكتيبة بلال الحبشي في إذن الله تعالى سيتم تحريج قمة تحرير قمة سولاس المحايدة لقرية مسقيطة في ريف اللاذقية في تاريخ 29/4/2013. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ها هم أبطال لواء القدس، أبطال سيدنا محمد، مجاهدين سيدنا محمد. ها هم رجال الله. هذا هو قائد لواء القدس. الله أكبر ولله الحمد. القائد الميداني عبد السلام الدلول. الله أكبر ولله الحمد. ها هم كتائب سيدنا محمد الإسلامية. الله أكبر.